أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، تجعل حزنا إذا شئت سهلا. وبعد، فإني كنت قد واعدت أن أجيب عن أسئلة طرحت، أسئلة مجتمعية طرحت، ونحن حينما نؤمن بأن هنالك حيوية يجب أن تكون في المجتمع، يجب أن نشارك في الحوار، لأننا حينما لا نشارك في الحوار كأننا نقر كل ما يقال، لأن هنالك مبدأين في قضية السكوت. هناك من يأخذ قاعدة أن هنالك قاعدتين في الأصل، قاعدة تقول إن السكوت في معرض البيان بيان، وقاعدة أخرى تقول إنه لا ينسب لساكت قول. هما قاعدتان يبدو أنهما متعارضتان، ولكنهما ليست كذلك، بل كل منهما تعمل في حيزها. فحينما يسكت الإنسان في المعرض الذي يطلب فيه أن يتحدث كأنما يوافق. فأنا إذا قلت لك مثلا هل تشتري هذا أو هل تبيعني هذا بعشرة دنانير أو عشرة دراهم ولم تجب، فكأنك توافق على ذلك الثمن الذي أقدمه، وإلا في الواجب في هذه الحالة أن تعبر. إذا كنت ترفض أن تقول لا أبيعه بهذا الثمن ويحسم الأمر، ولكن حينما تصمت فمعنى ذلك أنك توافق مبدئيا. وذلك الشرع يعمل قضية السكوت في أحوال، في مثلا في زواج البكر إذا هي خطبت وعرض عليها ذلك، عرضه الولي وقال لها إن فلانا يريدك للزواج، فالحالة أنها إذا كانت بكرا أنها تكون حيا في الأصل، أنها لا تتحدث مع أبيها في هذه الموضوعات فتصمت، أو يظهر عليها الخجل فيكتفى من بها بذلك الصمت من حتى لا تحرج، فيكون كأنما قد قبلت. وإلا في الأصل أنها إذا لم تكن قابلة أن ترفض، ومن حقها أن تقول لا أقبل هذا، وكي قبولها يكتفى منه بالصمت مثلا يكون عنوانا عن القبول، ولكن في الرفض لها أن لا يمنع أحد من أن تقول لا أقبل به زوجا، كما وقع هذا في التاريخ كثيرا. ولكن حينما يكون الزواج غير عادي ولو للبكري، لو تزوج رجل امرأة أو خطب امرأة ليتزوج بها وكان زواجا غير عادي، كأن يعطي مهرها صداقا غير عادي، أو لا يعطيها ثمنا معينا وإنما يعطيها مثلا عروضا، أي بضاعة عنده ألبسة وعنده وهي قد تحتاجها، قد تبيعها لها تجارة، فتكون كما لو أخذت مالا، لأن هذه عروض مقومة بثمن. وقد لا يكون الأمر كذلك، بل قد يكون خدمة يقدمها لها هي مثلا، كأن يشتغل في شيء يخصها هي، كأن يكون لها شيء يصلح بستانا أو يبني لها جزءا من بيت أو شيء مما يتفق عليه الناس، كما تقرؤون في القرآن الكريم إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تاجرني ثمانية. فهي كانت الصداق كان إجارة إلى عشر سنوات، أي يقدم هذا رعيا ليس لمال الأب، وإنما هو في الأصل أصل مال للبنت، يؤول إلى البنتين، فهذا شيء يتفق عليه. إذن في مثل هذه الحالة إذا كان الزواج غير عادي أو كان المفروض أو كان المعروض عليها من الأزواج لها عليها فيه كلفة، مثلا كرجل أشل أو رجل مثلا فيه بعض الأشياء التي تقتضي أن تكون هي دائما
مكلفة به، لا يقوم لا يخرج لا يبصر إلى غير ذلك، فهذه لا بد أن تقول قبلت. إذن في هذه الحالة يكون هناك إعمال هذا الأصل، أي لا ينساب لساكت قول والسكوت في معرض البيان بيان، لا أطيل في هذا. نحن الآن حينما تثار قضايا معينة يجب أن نتعلم نحن أن نفحصها، نناقشها، نجادلها بلا توتر، بلا توتر، بأننا حقنا أن نكون جزءا في النقاش، لأن هناك من يتحدث، فإذا تحدث العلماء لم يكن له إلا أن يشتمهم. الشتم شيء جميل جدا، الشتم العلماء شيء جميل، دليل على الإفلاس. العالم لا يشتم، يعطي حجة، إذا كنت أنت لا تستطيع أن تعطي حجة فما بقي لك إلا أن تشتمه، كما يقع الآن. فالشتم هو دليل الإفلاس وعدم القدرة على الدفاع، ونحن لكن حينما نكون قادرين على الدفاع نحن ومن يخالفنا فهذا شيء نرحب به. ولكن حتى إذا لم يستطع هو أن يرد على أسئلتنا وعلى طروحاتنا فلا شك أنه سوف يلجأ إلى الأخرى، إلى الشتم وإلى تسفيه الرأي وإلى وإلى هذه. أنا أقول لكم هذه الألقاب يجب أن تجمعوها، جمعوها، اكتبوها: رجعي، ظلامي، أصولي، كذا 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 كذا، جمعوها وقولوا في قبل أنا داخل على أساس هذا، أنك ستقول هذا، هذا جواب أنا أقوله ستقول من قبل أن أعرض عليك حجتي، أعرف أنه ليس لك من ملاذ إلا هذا، لن يكون لك أن تقول إلا هذا الكلام لأنك تعوزك الحجة والدليل. إذا كانت لك الحجة لن تحتاج إلى هذه الألفاظ، ولكن حينما تقول إن العلماء مثلا ظلاميون ورجعيون، هذه أشياء ليس لها قيمة، هذه الأشياء لا تقوم بالنور وبالظلام وبالثقل وبالقديم وبالحديث، تقوم بالقيمة الفعلية التي تنعكس على الأفراد وعلى الجماعات حينما نأخذ بتلك الأفكار. أما هذه الأشياء يمكن أن تكون أن تقولها، حتى الفساد، بمعنى نقول هذا مفسد وهذا فساد، ألم يقل فرعون عن موسى إنه يريد أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد؟ فرعون كان يرى أن موسى مفسد، ولكن هل كان موسى مفسدا؟ وما كان لموسى فرعون أن يقول إلا هذا بعد أن غلبته الحجة، لا يستطيع أن يدافع يواجه موسى، لأن موسى كان يتحدث عن الحق، عن وحدانية الله، عن تحرير الإنسان، وماذا يقول هذا الإنسان الذي استعبد الناس وجعلهم يعبدونه من دون الله وجعلهم يقتلون عقولهم من أجل عقله هو؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، إلا ما أرى. وإذا خالفتني فأنت في حالة خلاف وأنت معترض وأنت معارض، هذه أشياء. هو وهذا وضع فرعون، وهذا لم يكن وضع موسى. موسى كان يقول لفرعون أرسل معي بني إسرائيل، زيد ولا تعذبهم، كان يريد أن يرفع المعاناة عن بني إسرائيل، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذن هذا رجل كان يريد أن يحرر، يريد أن يرفع المعاناة، ولكن الذي استمرأ ظلم بني إسرائيل لا يمكن أن يترك ذلك الظلم الذي ورثه كابر عن كابر في لحظة معينة، لأن موسى قال بذلك، تبقى دائما السجال قائما، لا يعني هذا. إذن أقول حينما نسمع نحن كلاما يجب أن نتقبل هذا الكلام بمعنى أنه كلام القيم، ويجب أن نفحصه، ويجب أن نحلله، ويجب أن نحضر العقل في النقاش، أن نحضر العقل، لأن ما يقال عن المتدينين أنهم ليسوا عقلانيين، ولكن هل الذي يسب الناس عقلاني؟ أنا قد أجيبك فلا أكون عقلانيا، ثم تقول أنت ماشي عقلاني، وأنت كينك تكون تسب الناس هذه العقلانية؟ يجب أن أثبت لك أنني أتحدث عن العقل وأنك خارج نطاق العقل، وأن ما تقوله عن الآخر يلزمك أنت،
وذلك حينما يكون النقاش مستندا إلى العقل نصل إلى النتائج بسهولة، ولكن حينما يكون الإنسان أسيرا لفكرة لإيديولوجيا هو يكون متقوقعا داخلها. وذلك البصيري كان يقول إن المحبة عن العذال في صمم، هكذا أي ليس أصم، هو في صمم. الصمم هذا وهو مرض يلوف هذا الإنسان بحيث لا يتسرب إليه شيء منه. فكذلك الذي ينغمس في فكرة معينة ويبني عليها مستقبله وأنها هي حياته، فأحد النقاشات لمدة ليست بالبعيدة ناقشت مستشرقين، أحد المستشرقين في كان يلقي عرضا، وبعد أنها عن طريق كيفية فردية قلت له قلت كذا وكذا وكذا، والدليل أن ما قلته كله خطأ تاريخيا، خطأ الأولى والثانية والثالثة. قلنا شوف تخربق هذا، يقول لك بأن المدينة المنورة هي كانت مدينة هي لها طبيعة تجارية غير مكة. نحن نعرف أن المدينة كان فيها فلاح وفيها حديث مستطيل عن الفلاح، مباحث الفلاحة في الفقه كلها عن المدينة المنورة، أحكام التي أجراها النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المزارعة وما إلى ذلك كذلك، الحديث القرآني عن النخل، عن قطع النخل، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، وحديث القرآن عن النخل كله عن المدينة، لأن مكة ليس فيها نخل واد غير ذي زرع. ولكن هذا الشخص يقول بأن المدينة لها هذا الطابع التجاري. إذن هذا من حيث المعروف كل مدينة كان فيها 350 نوع من التمر. وشي قل لي وما هو الدليل؟ قلت له نقول لك وما هو الدليل بأنه ما كانش فيها؟ يلا الدليل، أنا أعطني الدليل بأنه ما كانش فيها. يلا اسكت، إذا طلبت مني الدليل فيجب أن أطلبه منك، لأن النفي أيضا حقيقة يجب أن تحتاج إلى تتكي على مستند. أنا قلت لك فيها 350 ما كانش، مزيان أعطني الدليل بأنه ما فيهاش 350، فيها غير 100 مثلا. وأنت أما الناس يتحدثون عن البصري وعن الدقلي وعن أنواع التمور الواردة في الأحاديث النبوية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، دقل والبصر والأنواع التي ابحثوا عنها في الأحاديث ستجدونها. الدقل هو أنواعه، احنا نقول الدقلة، ولكن الدقلة ما هي الدقلة في حق الدقل، عندنا بمعنى آخر. وأنواع الأحل التمور وما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن العجوة وما إلى ذلك كله موجود في الأحاديث. قلت أنت ما نعرفش كيف غادي ندير معك، أنت بغيت تبدل كل شيء تاريخنا. ثم أنت تعرف بأن الناس في المدينة المنورة حينما وقعت غزوة بدر وأسر من أسر من أهل مكة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم من القادرين منهم على أن ليحرروا يفتدوا أنفسهم بالمال، ولكن من لم يكن قادرا على ذلك كان مطلوبا منه أن يعلم 10. لماذا؟ لأنهم كانوا يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون، لأن هؤلاء كانوا تجارا، أهل مكة كانوا تجارا، وفي تجارتهم يحتاجون إلى السفر وإلى تقييد البضاعات، فالتاجر دائما يكتب، الفلاح قد لا يكتب، ولذلك تجدها دائما الفلاح قد يعيش ولا يبالي، فلاحته معروفة، ولكن هذا يذهب ليتاجر في الشمال ويعود وكذا، ولذلك دائما يحتاج. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم هم، هذه كلها شواهد. وانا كنت نويا ما عرفش، يقول لي اذا سقطت اطروحتي التي كنت اعيش بها، تدبر راسك انت يا وغير، اذا سقطت اطروحتي التي كنت، قلت له طايحه هذه الاطروحه غيرك تخربخ انت مالا. لان هؤلاء، وهذه المشكله اللي نقول دائما، مجموعة من الذين يتحدثون إلى أناس لا يعرفون. المسلمون لو عرفوا لم استطاع أحد أن يطمع في استدراجهم وفي تغيير عقيدتهم، ولكنهم لا يستطيعون، لا يفهمون، لا يقرؤون. وكل شيء الآن، ها وأنا أقول الدليل واضح،
وتكلم كلام آخر. ما على كل حال أنا قلت بأننا يجب أن نستعمل العقل في 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 حواراتنا، وأن لا يستفزنا الذين لا يعلمون، لأننا حينما نستفز نفقد الحجة، حينما نستفز نفقد الحجة، يتكلم بكلام منطقي. فأن أقول هناك دعوات وأشياء قيلت بأن هذا المغرب بعد حادثة معينة، أن هنالك فتاتين وقع اغتيالهما والاعتداء عليهما، وهذا شيء يرفضه الجميع لأنه ظلم وعدوان، وأنا أدين وأنت تدين، ولكن إدانتي ليست صحيحة لأن إدانتك هي الصحيحة، وهذا خطير. أنا لو أيدت لكنت تمسك الحجة. أنا أقول بأن هذا عمل لا يجوز، وأنت تقول بأنه عمل. لماذا يكون كلامك أصح من كلامي في الحالة؟ أنا قلت بأن هذا لا يجوز وأفتيت بأن هذا لا يجوز، وأنت ماذا قلت؟ قلت بأن هذا عمل إرهابي طبيعي، وهو إرهابي كذلك، نتفق فيها. لماذا حينما نقول هذا يكون كلامكم صحيحا ويكون كلامنا غير صحيح؟ هذا السؤال. فلذلك حينما وقع ما وقع، قالوا إذن هكا بلا مقدمات ولا نتائج، يجب أن نوقف نشاط العلماء، يجب أن نوقف المدارس القرآنية، ها؟ يجب أن نقلص من التعليم الديني، يجب أن نحاسب هؤلاء الذين يعلمون التلاميذ في الكتاتيب ويغتالون طفولتهم لأنهم يعلمونهم القرآن وأشياء من هذا القبيل. وهذا شيء حينما يقال في مجتمع له صلة وثيقة بالحضارة الإسلامية يكون شيئا غريبا جدا، ويكون أغرب منه أن لا يجاب عنه بالإجابة التي يقتضيها المقام. فأقول أولا هذا استغلال وانتهاز. حينما تأتي نازلة هنا وهناك لا يجوز القفز عليها للذهاب إلى شيء أخرى. إذا كانت لكم أشياء مبيتة وأحقاد فليست هذه المناسبة مناسبة التشفي والقصاص والانتقام، لا، نحن أمام ظاهرة يجب أن نلتقي جميعا على علاجها، ونقول يجب أن لا يكون لا يتكرر. لماذا؟ 1 2 3 4 أنت من غير أن تفكر، من غير أن تربط الأسباب، هل ثبت لك؟ والناس لم يعرفوا بعد من فعل هذا، ثبت لك بأن هؤلاء كانوا في دار علمية وجاءوا من عند العلماء وكذا، كيف انتقلت من هذه إلى تلك؟ أين هو السند العقلي؟ لأننا لا يمكن أن نستغل حادثة لنقول إن من كان لا مثلا شخص وقعت له هذه الحالة وله عدو مثلا في يرميه بذلك وله أن كان موجودا في جهة أخرى في مدينة، لا. فنحن نقول إذا استطعتم أن تقيموا البينة العلمية الصحيحة على صلة هذا الفعل الشنيع القبيح بالمؤسسة العلمية أو بالفقهاء أو بالمدى، حينئذ نتحدث. أما غير تنقز منا وتجيبها لسنا ندري من ستقول غدا. إذن هذا الدليل على إفلاس، هذا إفلاس، هذا من يقدم نفسه على أنه عاقل ليس عاقلا، من يقدم صاحبه نفسه على أنه صاحب مشروع تحديثي، نقول هذه ليست حداثة، هذا نوع من الحقد الدفيني يفرج عنه في لحظات من اللحظات فقط، ليس وإلا فقولوا لنا كيف وصلتم إلى هذه النتيجة الغريبة. هذه واحدة. هؤلاء يقولون نحن لا نريد أن يكون في هذه هذا المغرب مؤسسات علمية ومجالس علمية لماذا؟ لأن هي مسؤولة عن كل هذا الذي يقع، العلماء هم مسؤولون عن كل هذا الأمر الذي يقع. فنقول نجيبكم أولا من الشرع الذي نؤمن به، من كان لا يؤمن به ذاك شيء شغله، نؤمن نقول لكم من واقع من لسان الشرع أن الأمر ليس كذلك. الشرع يقول، صاحب الشرع يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا
لم يبقي عالما ولم يبقى عالما، اتخذ الناس رؤوسا ورؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن الضلال والفتنة إنما تأتي في بحالة في حالة انعدام العلماء لا في حالة وجودهم كما يريد هؤلاء. لذلك أحد العباقرة الشاطبي رحمه الله لما سرد هذا الحديث في كتاب الاعتصام قال إن الأمة لا تؤتى من قبل علمائها، وهي كذلك، الأمة لا يمكن أن يكون سبب هدمها وخرابها وفوضى فيها هو وجود العلماء أبدا. وإلا ما معنى العلم؟ العلماء هم نور، هم ضياء، هم يأتون للناس بالرؤية الصحيحة، ينشرون المحبة، يكفون أيدي الناس. فما سمعنا أن العلماء يحرضون الناس على شيء من هذا الفعل الشنيع الذي يقترفه الناس. إذن هذا من على لسان الأول، على هذا أجبت جوابا أولا بإيراد الخطاب الشرعي، وهؤلاء قد لا يعنيهم هذا الخطاب وقد لا يقبلون به لأنهم عقلاء، وكأن الخطاب الشرعي ليس خطابا عقليا، هو خطاب عقلي وإن كان شرعي لكن محتواه عقلي ومنطقي. لكن أقول إننا حينما نتحدث عن العلماء في هذا البلد وفي كل البلاد الإسلامية نقول إن العلماء أبدا لم يكونوا سبب توتر ولا خلاف ولا صراع في هذا البلد قطعا، إنما كانوا هم الذين يوحدون يجمعون، وكانوا هم القوة، هذه القوة الناعمة، خلينا من القوة العسكرية والقوة المسلحة، القوة الناعمة هو وجود العلماء. وأي مرحلة لم يكن فيها علماء كانت الأمة تخاف على نفسها من أن تؤتى من قبل عدوها. ماذا فعل العلماء؟ العلماء لم يكونوا متكئين وينتظرون أن تزف إليهم الأشياء ويعيشون أبدا، العلماء كانوا وقافين عند الحدود التي يجب أن يقفوا عليها من أجل حماية هذا الوطن. هذا الوطن أيها الناس لم تعرفوه أنتم كما عرفه العلماء، أنتم تجهلون الوطن، هذا المغرب لا يعرفه أحد أكثر مما عرفه العلماء، ولا أعطاه قيمته ولا جلاه للناس أكثر من العلماء. هؤلاء الذين كانوا يقولون لولا عياض ما عرف المغرب. من هو قاضي عياض؟ قاضي عياض عالم كبير عبقري، إلى بيّن حدود العبقرية المغربية. لولا عياض ما عرف المغرب كان يقال هذا. إذن هو شرف هذا الوطن وعرف بكفاءته وعرف بعلمه. فإذا كنت لا تعرف عياضا فتلك مشكلتك، إذا كنت تنكر عياضا فالآخرون لا ينكرونه، يعرفون من يكون القاضي عياض. وهذا عياض شرفنا وقدمنا. ثم جاء العلماء عبر التاريخ ليقولوا إن هذا المغرب لم يكن ساحة فارغة ولا فضاء لا علم فيه ولا معرفة أبدا. تعرفون أنتم المغرب؟ هذا اللي يتكلموا الآن، تعرفون المغرب؟ أبدا والله ما لا تعرفونه، لا تعرفونه مثل ما عرفه العلماء. في لحظة من اللحظات كتب عبد الله قنون كتابه الرائع تاريخ النبوغ المغربي، وهو ليس في كتاب في التاريخ، في النبوغ المغربي، في العبقرية المغربية. لأن بعض الناس كانوا يشوشوا على العلم ويقول فقهاء هؤلاء نقل وعلماء فقهاء وكذا وليسوا، فأراد أن يرفع هذه المعات. ونقول لكم من كان يريد أن يعرف المغرب فليقرأ النبوغ من الأول تلتلي، قرأه في فتراته في مراحله في علمائه، وكل علم يأتي له بفصل، أي في الدولة الفلانية فيها من العلماء كذا، ويذكر علماء الهندسة وعلماء الفلاسفة. فالمغرب لم يكن فارغا. وهناك كان أناس يقولون
شكيب أرسلان كان يقول كنت أظن، لأنه كان يقرأ، كنت أظن أنني قد عرفت المغرب وقرأت المغرب وأن أحدا من المشارقة لم يعرف المغرب كما عرفته، هو يقول ولكن حينما قرأت كتاب النبوغ المغربي عرفت أنني لا أعرف المغرب أصلا. هذا رجل كبير، ماشي هذا اللي أتكلمه الآن بالدارجة، هؤلاء الذين يتحدثون عن علم وعن معرفة يقولون نحن إنما عرفنا قيمة المغرب بكتاب النبوغ المغربي. وفي لحظة من اللحظات كان هذا الكتاب محظورا، كان محظورا وكان ممنوعا، لأنه يذكر الإنسان بقيمته بجذوره بمن مر من العلماء. إذن هذا علماء لشكونه ماذا؟ وعبد الله قنون كتب هذا وكتب مجموعة أخرى من المقالات، كتب عن ذكريات مشاهير رجال المغرب بالإضافة هذا كتب صغيرة عن العلماء الذين عرف بهم نحن 40 كتيب، وكتب عن الأدباء المغاربة عن أبي الشمقمق، كتب كثيرا. وحينما تقرؤون له كتبا ويجب أن يقرأ الشباب هذا، يجب أن يقرأ الناس هذا، ولا يمشي في حالهم ما يصدعوا الناس ما يضيعوا الناس الوقت، قرأوا كتاب تعاشيب وسترون ماذا كان يقول، كان يقول في ذلك الزمن، في ذلك الزمن. وكان يرد على المشرقين، وقد كتب في الرد على الدعوة إلى العامية في الخمسينات في 51 في مجلة ذكرت دافعت عن العامية وذكر في العدد المقبل، وكان رده مفحما وكلام علماء. قرأوا أنتم خل وبقل والتعاشيب وذكريات مشاهير رجال المغرب والنبوغ، هذا رجل واحد وكان له حضور في الدستور في كل الأشياء. هؤلاء ما كانوش، ما كانوا يستناو تيجيو هاد التاريخ يقولوا انتم خصكم، كان خصكم تمشوا. هؤلاء شرفوا المغرب. كان في 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 سوس، سوس خزان العلم، سوس كانت بلد علم، وجاء رجل واحد والمختار السوسي رحمه الله وكتب، كتب عن سوس كثيرا، وكتب موسوعة اسمها المعسول، فجمع وقدم هذه تقرأوا هذه المسائل هذه تشوفوها، قدم لها عبد الله قنون وقال إن الذي يقرأ كتاب المعسول، كتاب المعسول يقول إن الذي كتب هذا هو لجنة من العلماء ليس شخصا واحدا. هذا رجل واحد فقيه، فقيه هذا ماشي، هو كان يعتز بأنه فقيه، فقيه خرج من 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 سوس من إلغ، ذهب إلى مراكش وذهب إلى الدار البيضاء وعاش في هذا وسجن وفعل ووقع مر بكل الأشياء، وهو قوي جدا. قرأوا هذا العلماء، قرأوا هذا العلماء، قرأوا الشخصيات ديال هذا العلماء، ماشي نجيبوا ذاك اللي لا قيمة له ولا نبقاو نعظموا في التوافه. فهؤلاء الكتاب المعسول هكذا. الفقيه داود كتب تاريخ تطوان، وتاريخ تطوان أيضا كتبه أخذا من شيخه الذي كان قد كتب كتابا آخر عن تاريخ تطوان. قرأوا كتاب تاريخ تطوان سترون ماذا يكتب الفقهاء في كل شيء، يتحدثون عن كل مظاهرها الحضارية وعن الصحافة وعن وعن وعن. فلذلك تقول إن كتاب فقيه داود فقيه، فقيه ماشي الدكتور هذا، فقيه شيء شرفنا نحن. قرأوا لعبد الرحمن بن زيدان، مولاي عبد الرحمن بن زيدان كتب كتابا، كتب كتابا في الترجمة لأهل لمكناس وما حولها، إعلام إعلام أعيان الناس أو إعلام الناس بجمال حضرة مكناس في استد المجلدات الكتب. وشيء في جزء أخير تمنيت أن يقرأه الناس، يتحدث عن مكناس وعن الفنون وعن الآداب وعن الصناعات وعن الجصي وعن النقش وعن 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 ماذا كان في مكناس، ويقارن بين الصناعات التي كانت مزدهرة في فاس والتي كانت مزدهرة في مكناس. وكان يقول
بأن أهل فاس صناعتهم في الجرس هذه هي أجود، وأهل مكناس صناعتهم على الخشب أو النقش على الخشب هي أجود، وكان ويطرح. وأما الأعياد والمناسبات كيف يحيي الناس هذه المناسبة ورأس العام أو الاحتفال الفلاني موجود في هذا أعتقد في الجزء السادس. إلى قريته إلى ما قرأوا نخلوا المسترقين يقرأوا. ثم في كل المناطق لا أستطيع أن أقول، أنا أقول لكم واحد من علماء المغرب حقا الذين لا يعرفهم ويجب دائما، وهو الفقيه المنوني، فقيه محمد المنوني، هذا أستاذ المغاربة كلهم أستاذ المشارقة، غريب جدا ما يكتبوا عن تاريخ المغرب، تاريخ الوراقة، تاريخ الحضارة المرينية، الحضارة الموحدية، غريب. الآن يذكرك يخليك تشوف أنت المغرب لما تقرأ المغرب ماشي هو المغرب اللي لك تقرأ في التاريخ. قلت لنا مراكش كانت فيها دار المصرة وهي بستان كبير، وكان الناس يتعلمون فيه السباحة وكذا وكذا وكذا، وفي وهو يجيب ذاك الكلام ديال الناس كانوا جنان الصالحة، اسمها جنان الصالحة، وهو بستان كان يأتيه الماء من أغمات ويملأ بالحوض، هذا الحوض تعرفونه في 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 مراكش منارة، ويخرج منه الماء ثم يسقى من هذا البستان اللي اسمه بستان أو جنان الصالحة، وكان الناس يعجبون به ويقولون. ذكرت عبد الله غنون، ذكرت عبد الله غنون أجرد ملحة فين في جنان الصالحة. الناس كل يسول هذا جنان الصالحة ولا الطالحة، كما الناس ما عارفينه. عندنا تاريخ قديم، تاريخ علمي. هذا الشيء محمد المنوني الله يرحمه رجل، باش تعرفوا الآن احنا نتكلم عن العلماء، يعني العلماء ما بقوش معروفين، رجل من خيرة علماء المغرب علما وأخلاقا، رجل في نهاية التواضع والخلق والقبول، أنا لا يعاكس لا يجادل لا وهو في نفس الوقت هو رجل عالي في مستواه. جميع الذين كتبوا فيما بعد عن المغربي وعن مخطوطات يكتبون عن، كأنك حينما كنت تسأله عن مخطوط أو ايش كتب فلان فلان، اي قال فلان فلان كتب عنده ثلاثة أربعة الكتب ويذكرها لك ذاكرة، ذاكرة. ولكن هذا جاء في غير زمانه. أنا مرة مشيت معه مشيت وصلت للخزانة، الخزانة الحسنية، مشيت أنا وياه شفنا شي مخطوطات ولا شي حاجة وجينا راجعين في متواضع جدا. لما كنا راجعين في الطريق كاين واحد الإشارة بأن ما تفوتش 40، أنا كنت نتكلم أنا وياه 40 هذاك الشارع المفضي هذا، يجي واحد الشرطي يوقف، قلنا واش راكو شنو المخالفة شنو احنا معنا؟ قال راكو فايت وصلتوا 40 وقيلة ولا هو مازال يتكلم. والفقيه هذا نقول لكم خرج الفقيه وربما عرفوه توا، قالوا سمحتوا، قالوا له هذا الخطا ماشي ديالو، الخطا ديالي انا، واش انا نسوق انت الخطا ديالك؟ قالوا انا اللي كنت شغلته بالهضره وانا اللي ما قلتلوش باللي خصك كذا كذا. رجل في القمه ديال ما عندناش احنا هذا الشيء، وهذو الناس ما يتكلموش في الناس ولا يسبوا الناس ولا ابدا، اخلاق عاليه جدا، كان استاذ في دار الحديث الحسنيه، ومع ذلك وقف ضده بعض الناس لئلا يكون استاذا في كليه الاداب مع انه خزانه متنقله. ذاك الوقت كان هو يمشي في الطوبيس وبعض الاميين يتمشاو في السيارات ديال الدوله، هادو الجماعات وكذا، تجي السياره وهو كيفو كيف الشيفور ديالو لا فرق بينهم، وهذا عالم يمشي في الحافله لم يتنبه احد له حتى مات. حقيقه خزانه متنقله ورجل من العلم، ومن طبعا رجعنا الوجده واحد استضفنا واحد المرات لأقول لكم إن المغرب عرف به العلماء. أما أنتم فأنتم لا تعرفون بالمغرب ولا تعرفون المغرب ولا تعرفون علماء المغرب، لذلك يبدو لكم أن إزالتهم أمر سهل وهين، وهم كأنهم أثاث موضوع في الركن. أبدا، المغرب العلماء هم عقل المغرب، قوته الناعمة، هم حضارته،
هم لسانه الذي يتكلم باسم المغرب في المنتديات. أنتم لا تستطيعون أن تعبروا عن المغرب خارج المغرب ولا داخل المغرب. أنتم لا تستطيعون أن تكتبوا شيئا سليما ولا صحيحا يشرف به هذا الوطن. لذلك نقول هذه شيء، هذا شيء أول أو وظيفة أولى وهي التعريف، ولا أريد أن أطيل أكثر منه. لا أريد أن أطيل أكثر، ولكن أقول لكم هذا المغرب كان دائما مستهدفا لأنه كان في مكان جميل فيه ثروات، فيه شواطئ، فيه لذلك كان دائما هناك من يستهدفه، إما أن يأتيه البلاء من الشمال أو من الغرب أو وحينما ضعفت دولة الإسلام لم عجزت عن البقاء في الأندلس أصبح المغرب مستهدفا، وأصبح الناس يتفاهمون مرة في آخرها تفاهموا ابتداء 1906 و 1904 و 1906 على اقتسام المغربي، وقالوا نأخذ إسبانيا تأخذ الشمال، وكان إسبانيا قد عرض عليها أن تأخذ النصف الشمالي من المغرب ابتداء من سبو أي من فاس، أي أن تكون فاس تابعة للاستعمار الإسباني، ومع ذلك الإسبانيون رفضوا لأن تخوفوا من الإنجليز. ثم انتهوا إلى هذا الأمر أنهم اقتسموا الشمال وأخذه الإسبان وجعلوا بينهم حدا، تعرفوا هذا الحد ديال الحدادة اللي ما بين الشمال فين؟ ليه؟ ها؟ ها؟ عرباوة، عرباوة، عرباوة كانت فيها الديوانة، عرباوة هي اللي خصكم تعرفوا هذا الشيء في بلادكم، وباقي لما تمشيو شوفوا عرباوة جبر ماجي أثر ديال الجمارك، وطبعا جاي هنا حتى حتى سميتو الواد ها؟ ملوية، تعرفوا فين في تمشيو لما تمشيو سلوانة غادي يجبروا واحد، دائما كاين واحد ها ولا لا؟ الواد هذاك الواد ملوية كان 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 حاجز بين الشمال والجنوب في هذه الجهه، وكان الناس ما يمروا فوق القنطره ما يسالون، والناس كبار ما عارفين هذا الشيء كانوا يعرفون هذا. وتفاهم هؤلاء على ان يتركوا شيئا للاخرين فتركوا طنجه لتكون دوليه باش يخرجوا من الصداع. ولكن الاسبان اخذوا ايضا من الجنوب من افني ونزلوا الى الصحراء. الصحراء ما كان في هذاك الوقت ما كانت طبعا كان ينزع فيها، كان ديالنا وصافي. واخذوا وتمددوا هنالك وتقاسموا، وشي اعطى هنا وشي اعطوا الطليان اعطوا له ليبيا وشي اقتسمونا اقتسمونا، واصبحنا ضعفاء. كنا دائما في هذه اللحظه وقبلها كنا دائما نحتاج الى القياده التي تقود الحركه المقاومه. حركة المقاومة كانت تحتاج إلى قيادات تثق فيها يثق فيها الناس، وكان هؤلاء هم العلماء. حينما جاء البرتغاليون ومعهم أشياعهم من الأوروبيين إلى معركة واد المخازن، كان الذين جمعوا لهم هم العلماء، علماء فقهاء، ولكن كان الأبرز فيهم أبو المحاسي الفاسي. وحينما وقعت المواجهة كان أبو المحاسي الفاسي في الصلب، ولذلك هناك كتاب من أحد أبنائه أحفاده سماه مرآة المحاسن في تاريخ أبي المحاسي الفاسي، ويذكر بأنه كان في الميسرة من الجيش، ثم إن الجيش انكسر تراجع وانهزم، لكن أبو المحاسن لم ينهزم وظل ثابتا ويدعو الناس إلى الرجوع فرجعوا، ثم جاء النصر. هؤلاء أين كنتم أنتم لما كان هؤلاء يفعلون هذا؟ أين كنتم؟ ها؟ حينما كان هذا الناصري في درعا في صاحب الدعاء الناصري هو حينما كانوا يدافعون ويجمعون الناس بالدعاء الذي تعرفون الدعاء الناصري، وكان دعاء فيه استنهاض للإمام للهمم، وفي كل المغرب كان دائما العلماء حاضرين في المغرب كله، لا أريد أن أحدد مكانا، كان دائما العلماء هم الذين استمر هذا. لا أريد أن أتحدث بالتفاصيل، ربما تحدثت عن هذا الشيء. حينما قدمت
وثيقة المطالبة باستقلال ديال 1944 وقدمت وثيقة قبل. ها؟ وكان هناك رفض للاستعمار قبل هذا في زمن مولاي حفيظ، وذهب بعض المغاربة إلى تركيا وطاف ببلاد كثيرة يدعو إلى مساعدة المغرب للتخلص من الاستعمار. ولكن حينما جاءت هذه الوثيقة، وثيقة المطالبة باستقلال 1944، كان عدد الذين عزلوا، ثبتوها، الذين عزلهم الاستعمار من المنابر من الفقهاء 1800 واحد. سجلوها 1800. كنا احنا تما السي محمد، انت داك تسول علينا بلي خصنا نمشيو في حالنا، ما كنتش تما انت يا كاع، انت كاع ما كنتش، لا انت ولا هذا اللي يوحي اليك بهذا الكلام. كان العلماء حاضرين، ولا نذكر لكم شيء، كتابين انا نقول لكم لتقراوا الان، انما ما نتكلموش على نقراوا. اذكر لكم كتابين، كتاب هو يوميات مكافح لابراهيم الكتاني، هذا كتاب ليس كبيرا ولكنه اخذ وسجن، طبعا هو سجن مرات عادي ربما 6 ديال المرات، ولك والفقيه هذا من العلماء اعرفه انا، وسجن وكان هناك سجن او مرحله سجن فيها في قلميمة، لأن كانوا حينما يؤخذون يسجنوا يؤخذون إلى الصحراء، وفرنسا ما كانت عندها أنها لا تعاملها بأدنى درجة من درجات الرفق، يؤخذون في الشاحنات ويؤخذون الصحراء ويسيرون ويكلفون بالأعمال الشاقة، علماء ولا ماشي علماء، ويبيتون في الإسطبل ويتكلمون. أنا أقول لكم قرأوا كتاب هذا الكتاب هذا مذكر، لأن حرام هذا السيد يكتب كتاب مذكرات ما يقراوهاش المغاربة، هذه مذكرات مكافح في زمن الحماية الفرنسية، إبراهيم الشيخ هذا محمد إبراهيم الكتاني، واحد من العلماء، وكان كان قيما على الخزانة العامة، وكان وله شهرة كبيرة في في في, في, في الحركة، يتحدث. لكن حينما تكتبوا التاريخ دروك، نتكلموا التاريخ، اللي ما يعرفش التاريخ خصو يقرا، كيما اللي ما يعرفش المغرب خصو يقرا باش ما يهدرش عليه. كان العلماء يؤخذون في من يؤخذ، وكانوا هم في الطليعة، وكانوا يتعرضون لأنواع من التأديب. وأحد العلماء لاقى من التعذيب الشيء الكثير في هذه المرحلة، وهو أقلع عليه فقيه محمد القري. محمد القري سول عليه وديروا خرجوا أنتم في الانترنت، داك الانترنت ما تخدموش غير داك الشيء اللي ما يصلح. القري وراه فيه الصورة ديالو، فيه خرجوا في الموقع تشوفوا شنو هي. محمد القري حينما أخذ وكان يضرب ضرب، ماشي سميتو ما جا حقوق الانسان حتى من بعدنا تكملوا منا، هذا فكروا حقوق الانسان، وكان يضرب وكان يوقف وقد كسر ظهره، وفي حينما كسر كان يوقف وياتي بعض الحرس فيضعون تحت ذقنه عصا فيحملونه ويوقفونه بالعصا، ثم عن قصد يسحبون العصا فيسقط على الأرض، وحينما سقط على الأرض سقط على وجهه، فأصبح بعض الضباط يطأ ظهره وهو مكسور، كان عموده في قليل قد كسر، وما استمر على ذلك ثم مات رحمه الله. مأساة القري مأساة، لو كان الأدباء يكتبون عنها وهي مذكورة في أكثر كتب التاريخ المغربي الحديث، ولكن استندري لماذا لا يتحدث الناس ولا تسمى به مدرسة ولا يسمى به مكان. محمد القري شي حاجة كبيرة. ها؟ وإذا أردتم أن تقرأوا كتابا، هذا خلوا الكتاب ديال الكتاني،
قرأوا كتابا آخر أو كتاب نفيس آخر، هذا كتاب كتبه أحد العلماء الكبار وهو مختار سوسي، وكتب عن يوميات معتقل الصحراء واسمه معتقل الصحراء، كتاب مهم جدا، شريوه هذا دور عليه، في مجلدين، في مجلدين، كاين موجود في أعتقد في المواقع كاين، ها كاين. المجلد الأول يتحدث عن قصته هو وعن كذا، كيف واجهه الاستعمار، كيف منعه من التدريس، كيف كيف كيف، وذاك الشيء يتحمله بعض. ثم يذكر أنه دخل السجن، دخلوا السجن، والسجن اللي كان عنده هو أغبان الكردوس، هذا سجن بعيد ونائي وبارد، ولكن الرجل يتحدث عن هذا كأنه دب شي نزهة. قال ما دخلت أنا وجدت ضابطا فرنسيا شابا وحياني وكان يحترم، قالوا أنت في مكانتك وكذا، سنعطيك مكانا معينا، وقد كلفت الطاهي بأن ينضج لك طعامك وسنعطيك الشاي، هو يتكلم على مش لا تقول كذا. لذلك هي النفس ديال كتاني وديال ماشي بحال هذا، مش ولكن ماشي هذه الأشياء، ماشي هذا، هذا كتاب ما ألف مثله. الجزء الثاني ما ألف مثله. ماذا فعل هذا؟ عالم كبير كان يتصل بهؤلاء، يتصل بهؤلاء السجناء ويتعرف عليهم ويكتب ميلادهم وحياتهم وكذا وكذا، وأجمل شيء في ذلك أن يقول له ماذا تتمنى بعد هذا، ماذا تتمنى بعد هذا؟ أنت الآن في السجن وكذا، شنو الأمنية ديالك؟ قرأوا هذا الكتاب، ستجون ناس من 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 كل المغرب، وفيهم علماء كبار من 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 الشرق، تكلم على المشرفي، مصطفى المشرفي، تكلم على في شيء واحد من ناحية بركان الكبداني، وهذا مشكلة، هذا الكبداني هذا الحياة ديالو غريبة جدا. هؤلاء كانوا لا يخافون الموت، كانوا مملوئين بالمبادئ، كانت المبادئ ديال العلماء، هذه مبادئ كان عليها العلماء، شحال المبادئ السافله ديال اللي كيقولوا ديال غير حلف مولي سنيدي، كان العالم يعني شيئا، ما كانوا لا يملكون شيئا كثيرا، ولكن كانت عندهم ان المغرب يجب ان يتحرر، وهذول اللي تسمى وطنيين، هذول تسمى وطنيين، كانوا يحبون المغرب، وكل واحد في امنيته يقول ماذا تريد؟ قل أمنيتي أن يتحرر هذا المغرب. أنا أظن أنكم إن شاء الله تقرأوا هذا، خصوصا الجزء الثاني ديال معتقل الصحراء، ولا أريد أن أحدثكم عن كل المعاناة التي مرت بالمغاربة كلهم، ولكن العلماء كانوا حاضرين، ما كانوش هربانين العلماء، هؤلاء الذين نفوا، ما أكثر من نفي من العلماء، ما أكثر من أوقف، ما أكثر من جلد، كل هؤلاء يأتي شخص الآن في آخر الزمن ليقول نحن لسنا ما عندنا ما نديروا بهم، هكا هذه ضرباك، هذا المغرب ضرباك، انت ديالك ما عندك ما تدير بالعلماء، ها شو المنطق الفكر كي يطيح؟ لا يجوز أن نقول في أي في المغرب لأي فئة ما عندنا ما نديروا بك، هذا المغرب يشترك فيه الجميع، كل له حظه في هذا المغرب، ما كانش واحد يقول لك ارسل في حالك انت ماشي ديالك المغرب ديالي، لانني انا اقول بشيء انت لا تقول، انت تقول بالقول ديالك وانا نقول بالقول ديالي، صافي، هذا معناه اننا نحترم الاخر، ما تقولش يجب ان نحترم الاخر، فوق نحترم الاخر، كنت تكلم على شيء واحد اللي ما كاع ما يتكلمش، يجب ان نعطيه حقوقه واجب كذا ونحترم ارادته وكذا وكذا، شكون كيتشوشو تبرم يدوروا على شيء 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 شي واحد ليس له ما ليست له قيمه اصلا. هذاك اللي يقول، ولكن هؤلاء يستطيع الانسان، هل ثبت في امه من الامم ان تقول هذه الامه انا لست في حاجه الى العلماء؟ اذا انت في حاجه الى الجهل، انت على مذهب المغول والتتار فقط، العلم دائما يقدم الامه، والعلماء في هذا البلد اعطوا الدليل على انهم جديرون بان يكونوا في الطليعه من هذه، اذا وقعت اشياء اخرى واختلف الناس قدم من قدم وأخر من أخر، هذا لا يعني كثيرا، ولكن المغرب كان دائما بالعلماء قائما. وحينما نتحدث عن الوحدة الآن في المغرب، الوحدة
الوحدة التي ينعم بها المغاربة لم تأتي هكذا. الوحدة المذهبية والوحدة التي منعت الناس من التشرذم ومن التشتت سببها ما كتبه العلماء، ما كتبش انت في العلماء. لما كانت الدولة الشيعية جاية لهنا، لو فرضنا استمرت ايش غتكونوا انتم ما عندكم متفاهمين؟ ماذا يقع الآن في العراق؟ لما كان في العراق قد يوقع في المغرب، لماذا؟ والحينما كان المغرب يعج بالمذاهب، كان هناك شيعة وكان هناك خوارج إباضية وصفرية وكان هنالك معتزلة، كلهم كانوا موجودين قبل أن يتمكن المذهب المالكي. جاء المذهب المالكي فوحد الناس، احنا هنا من الوحدة وأننا تسالمنا واتفقنا وذهبنا لننتج ولنكتب، وذهب التقى الجميع في المسجد وفي القرويين، فكان هذا يدل على أن العلماء فعلوا شيئا كثيرا. والآن الناس تحتاج إلى العلماء ليقولوا كلمة في هذا الزخم الذي نسمعه الآن، وفي هذه الكلام الذي يقول من يقال من هنا ومن هناك، تطرفات من هذه الجهة أو تلك. من يستطيع أن يرد على هذه التطرفات؟ لا في المتدينين ولا في غير المتدينين. نحن نقول إن الأصل هو أن يكون هذا البلد آمنا ومنسجما ومحترما لأفراده ثم تمضي هذه الحياة. طبعا دائما الحق دائما يبقى دائما هو الذي يعلو في نهاية المطاف، ولكن هذه الكلمات ليست مفيدة الآن، ولا ربما أحدثكم إن شاء الله في درس تالي إن شاء الله عن قضية، وهذه قضية مهمة جدا، قضية التعليم الديني. ولينا الحاجة كما مع الناس ما تقراش بقيت عاودوا لها اليوم غدا غدا، يبقوا يحسبوا الناس داك الشيء بصح، لا التعليم الديني هذا أراك هذا كذا هو اللي جاب لنا. نقول لكم واحد القضية، آخر دراسات التي نشرت في معرض الكتاب الدولي في القاهرة في هذه السنة، ربما ترجعوا لها، تقول هذه دراسة أنجزت عن التطرف واستقطاب المتطرفين. تقول هذه الدراسة وهي موجودة لمن شاء أن يقرأها، إن الذين استقطبوا للإرهاب في سنة 2016 80 منهم استقطبوا بوسائل التواصل الإلكترونية، ما شافوا لا علماء ولا شافهم العلماء. طبعا راك تهضر غير في الخوال خاوي. إذا كنت تريد أن تقول إن العلماء وجود العلماء هم سبب، أبدا، العلماء سبب التعقل والرزانة والفهم الصحيح للإسلام. و80% ممن يعتقدون العنف والإرهاب لهم صلة مع من يزودهم بهذا ومع الجهة الحقيقية التي هي هذه وسائل التواصل. إذا أنت يا سي محمد أنت تريد أن تخدم المغرب، إذا كنت تريد أن تخدم المغرب ما تخليش الأسباب الحقيقية تمشي لها وتمشي تنكبز عند العلماء. إلا عندك حسيفة من العلماء بغي تخلص منهم هذه هدرة، ولكن إذا كنت تريد أن نصل إلى حل يجب أن يكون كلامك معقولا. الكلام الذي أثبتته الدراسات، كلام الذي أثبتته الدراسات هو الذي ذكرته، 80% من هؤلاء المستقطبين إنما استقطبوا عن طريق هذه أجهزة التواصل ومواقع التواصل الإلكترونية ليس إلا. أما العلماء ما عندهم علاقة بهذا الشيء، بل العلماء ينشرون العلم الصحيح، والعلم الصحيح دائما يؤدي، لأنه ماشي الآن يقول الآن العلماء دارونا، العلماء راه عندهم 15 قرن في هذا البلد. السي محمد الله أنت عندك الخبر، واش البارح نبتوا ولا تسوقناهم جبناهم من برا ولا؟ منذ جاء الإسلام إلى المغرب كان العلماء حاضرين، من الأوائل من دراس بن إسماعيل وأبي جيدة وفلان وفلان، كان هم الذين كانوا يضبطون الحركة، وما كنا نشكو أبدا من هذه الأشياء. هذه ظاهرة جاءت بسبب انعدام العلماء، عدم وجود العلماء. إذن التوجه الصحيح أن يقال يجب أن يكثر عدد العلماء، ويجب أن يشتغل العلماء، ويجب أن يمكن العلماء من أن يوجهوا، ولم ليس لكم حل محيد عن هذا. إذا فررتم عن العلماء فإنما تتجهون إلى الخطر، لأن من سيقول لأن من هذا كل هذا التطرف شنو هو فكرة؟ وهل تستطيع أن تنهي فكرة بالسلاح؟ لا، بفكرة. من عنده هذه الفكرة؟ عندك أنت ما عندكش، تغسب الناس وصافي.
أنت ليس لك فكرة، الآن ترون أن بعض الكتابات تتحدث عن، أنا ذكرت لكم مرات متعددة المراجعات وماذا قال فيها الناس، وأنهم أخطأوا في فهم الجهاد وأخطأوا في فهم كذا، هذا كلام يمكن أن ينفع الناس. أما العداوة التي نبثها وننشرها فإنها لا يمكن أن تفيد هذا المغرب في شيء. إذن الأسبوع القادم إن شاء الله أنهي ذاك الجزء المتبقي عن التعليمي الديني أو التعليمي العتيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.